أنت قلت حارساً واحداً 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 فقط. ربما أخطأت. ربما. ها هما. هذا سيء جداً سيء جداً جداً جداً. دانكن البلطة. مشغول الآن. بادلني. أين طارق؟ يا للورطة. معي الصولجان، هيا من هنا لنعد هذا إلى صاحبه الأصلي. ماذا؟ طارق لا تقل أي شيء. لكن ولا كلمة. هل يذكر أحدكما متى عدنا إلى البيت قبل الفجر؟ محاربة القتلى والمجرمين والقادة الأشرار جعلت أعصابنا مشدودة. لا أبداً. أنت تبالغ كالعادة. واضح أنني أبالغ. غفوة قصيرة تحل المشكلة. لا أظن. ما الخبر يا صلاح الدين؟ لم أترك الشباك مفتوحاً. حسناً، لا نوم إذن. أظن أن ريجينالد وجيشه قادمون لسحق عظام صلاح الدين. لا طبعاً، بل النهابون جاءوا لينزعوا قلبه من صدره ويعود للد بهرام. وصف دقيق، لك 10 دراهم لو كان ريجينالد. 20 لقاء النهابين. حركان؟ عصي. لا شك أنه التوتر. اهدأ يا صلاح الدين، لما هذا القلق؟ القلق لشيء كهذا. مرحبا يا صغيري، هل أنت بخير يا حبيبي؟ كف عن تدليله يا ليلى. لا تقل لي كيف أعامل حفيدي. أنت تحرجينه أمام صديقي. وماذا؟ انظر يا صلاح الدين، إنهما جداي. كم مرة رفضنا دعوة إلى العشاء؟ لا نريد رؤية أحد. يا حبيبي كم أنت نحيف، يجب أن تعتني أكثر بنفسك، خاصة وأنك وحدك. يا جدتي. هو وحده؟ لقد أغضب أباه لذلك طرد من البيت طبعا. هذا لم يحدث يا جدي. كفى، نحن لن نتشاجر. سنأكل كلنا معا وستخبرنا بكل ما جرى حتى الآن. كم كنت أود ذلك، لكن للأسف عندي موعد. موعد هام وخطير. أي موعد؟ أقصد تلك المهمة مع مصطفى، لنفعل ذلك الشيء. تذكرت. شكرا يا طارق. لقد ألغي. أجل، أخبرني مصطفى، أنت حر طوال اليوم، هيا اقضي الوقت مع عائلتك. سأنتقم منك. اسأليه عن يوم حبس في منجم مظلم مع فتاة. فتاة؟ يا صغيري، أخبرني عن فتاتك. ليست فتاتي، أعني هي فتاة لكنها ليست مهمة. حقاً. ليست مهمة. في شبابي تعلمنا أن نعامل النساء باحترام، والآن اسمحوا لي، علي أن أذهب. تذهب؟ إلى أين يا ترى؟ عندي بعض المهام، سأعود سريعاً. كلا، لن تذهب.
لن تتحرك من هنا. قلت إن هذه رحلة عائلية، ولكن لذا سوف تقضي الوقت كله معنا هنا. ليت معركة تنقذني الآن. أعطونا ما نريد وإلا قتلناكم. شكراً. أيها القائد العظيم، أحب هذا المنظر حقاً. أشعر بأنني سيد هذا العالم. ماذا تريد؟ تأكد الأمر، الخريطة معه. وبعد؟ عملاؤنا يدبرون اللقاء. اختبئ خلفي. لا تقل لي ماذا أفعل، نحن سنهرب الآن. لا داعي، سأتولى الأمر لننهيه بسرعة، فأنا ذاهب إلى العشاء. صلاح الدين، قلت لك لا تقلق. يا صغيري، هل أصبت؟ جدتي، لا تناديني بصغيري. يعجبني. أسكت. أحسنت يا فتى، تحسن استخدام السيف. المؤسف أن عقلك ليس بنفس الحدة. واضح أنهم أرسلوا لتعطيلنا. تعطيلنا؟ عن ماذا؟ صلاح الدين، قلت لك نحن سنهرب. هيا يا ليلى. من هنا. رائع، لقد حبسنا. ثق بي، أنت في مدينتي يا جدي، وأنا أعرفها جيدا. حقا هذا رائع. لو أسرعت لكان أفضل. أحتاج دقيقة أخرى. أنا آسف حقا، ليست بالعطلة الممتعة يا ليلى. ما دمت معك فهذا يكفيني. ألا يمكن أن تفتح؟ عن إذنك يا صغيري. لا شك أنك كنت ستفعل هذا. أجل، فعلا، هيا بنا. بيتكم جميل. جدتي، هل أنت بخير؟ أنا بخير، إنما أحتاج قليلاً من الراحة. لقد خدعناهم. أرأيت يا جدي؟ قلت لك إني سأتصرف. جدي؟ أين جدي؟ إذن كان فقد جدك جزءاً من الخطة؟ جدي! جدي!
أيها الجد قاسم! لا يمكن أن يحدث هذا! هذه أول عطلة لنا معاً! كان خلفك تماماً! وإن كان، إنه ليس جدي أنا! قاسم! قاسم! يا جدتي لا! الطريق خطر! إنه بالخارج! وهو وحده! علينا أن نجده! سأفعل! أعدك! طارق! أعدها إلى البيت! وحافظ عليها! حسناً! إذن أنت وزوجك تحبان السفر؟ لنجد أحد الفرنجة. هل تعتبرون أنفسكم معترفين؟ كان هجومكم سطحياً، خطتكم مفتعلة. أسكت يا هذا! كما أنكم وقحون. ما الأخبار؟ تمت المهمة، سنعود إلى القلعة. حقاً؟ أمرني رئيسي أن أفتش المنطقة أولاً. رئيسك؟ من تعني؟ نحن نتلقى الأوامر من ريجينالد. من أنت؟ أنا ال... أعني... هيا استيقظ. حسناً، عما سنتحدث؟ ذلك الفرنجي يعرف أوج قاسم. نظن ذلك. ماذا سيفعل صلاح الدين به؟ ما يطلق لسانه. رائع. أين جدي؟ إلى أين أخذوه؟ لن تعرف أبداً. حان دوري. أنا لا أخشى الألم. لم تعرف الألم. تزوجت منذ 40 سنة وأنجبت 4 أطفال وربيتهم، ورأيت أمثالك ينتشرون في بلادي كالطاعون. أنا عرفت الألم، وإن لم تبدأ بالكلام سوف أريك ما هو. أنا صغيري. هنا لا لا لا، سوف أتكلم، لكن أبعدوها عني. يا لها من امرأة مرعبة. أنا خائف. إنها خريطة العالم، تحتوي على كل مكان كل بئر ماء في كل صحارى الشرق. الجنرال ريجينالد يريدها بشدة. ويظن أنها مع جدي قاسم؟ أجل. مع زوجي؟ هذا غير ممكن. أنا أطيع الأوامر. أمرنا أن نخطف الشيخة ونأخذها إلى القائد. ماذا سيفعل ريجينالد بجدي؟ لا شيء، سيدفع له. إن جدك سيبيعه الخريطة. قاسم. ريجينالد، هل تعامل كل أصحابك هكذا؟ إجراء احتياطي، كلما زاد عدد مرأوك تخطف. كلما صدقوا أنني ضحية ولست خائناً. خائن كلمة قبيحة. أنا أفضل وطني متفتح. تفضل، خادمي قد أعد الغداء. يبيع قومه للفرنجة. أعترف لك، لقد ذهلت. أنت كاذب. جدي لا يمكن أن يخون قومه أبداً. طبعاً طبعاً، أنت على حق. إلى أين أخذوه؟ إلى معتقل الأغوار. معتقل الأغوار، سجن للفرنجة منذ مئات السنين، لم يستخدم منذ الحملة الأخيرة. جاء بنفسه ليأخذ الخريطة؟ لما يخاطر هكذا؟ إذا كنت تنوي اختراق الصحراء بجيشك فستحتاج إلى الماء.
إنه يعد لغزو كبير. اجلس يا قاسم، استرح، لا تقلق، الخونة سيسألون في العالم الآخر، لكن لهم هنا مكاسب كثيرة جدا. المرة القادمة سيقتحم دانكن القصر وأبقى أنا مع الجدة في البيت. ماذا أفعل؟ مستواي رفيع. هذا صوت جدي من هنا. لا 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 لا، هذا ما تحاول أن تخبرني به؟ تجرؤ أن تقول ذلك عن رجل عرفته طوال حياتي؟ هل تجرؤ؟ هل تجرؤ؟ ماذا تعرف عنه؟ أتعرفه حقاً؟ لا تعرف. ألا يمكن أن تفقدني الوعي؟ ما دمت أستمع لها ستفعل أيضاً. بأمر السلطان نبحث عن قاسم. أخبرتك. نخب الحرب التي تجعل الحياة مثيرة. لك أنت الحرب، أنا سأخذ هذا. أعتقد أن معك شيئاً أريده. أتظن أنني أحمق؟ ارفعها في الضوء. النقاط الحمراء هي أماكن آبار الماء التي ظلت سراً بين أهل البادية أجيالاً. بهذا سوف أغزو العالم أجمع. شيء رائع. حسناً، هذه هي الخطة. سأمسك تلك السلاسل، أنزل عليها، أضرب ريجينالد وأخذ الخريطة. ابقى هنا واحمني. حسناً. ليس هذا حسناً. كيف؟ لي معك حديث فيما بعد. أنت؟ أجل، إذا أردت أن تصرخ وتهرب كالأطفال افعل ذلك. يحرس! يحرس! أو هذا أيضاً. طارق، الحراس بالباب. حسناً. من أنت؟ أريد أن أعرف اسمك. البعض يناديني. وجهي وجهي. وجهي وجهي. إذن سمعت عني، أعطني تلك الخريطة. لا!
الصلح. ماذا تفعل؟ إن معه الخريطة. وقد تطلب الأمر عملا كثيرا حتى أوصلتها إليه. لم أرد أن أصدق. أنت فعلا خائن. أحيانا أعتقد أنك من الغباء بحيث ستنسى أن تتنفس. بالطبع لست خائنا. ألا تعرفني بالمرة؟ أنا أعمل بأمر السلطان. السلطان؟ الخريطة مزورة. الحقيقة الوحيدة فيها هي أماكن بعض الصخور الجميلة. هذا قولك. كيف نعرف أنها الحقيقة؟ دع ذلك السيف يا هذا وأسرع خلف سيدك. هيا. كنت أعرف الحقيقة. إذن فهو عميل خفي. لا، ليس هذا. هل تعرف طريق الخروج؟ لا تدخل مكاناً دون أن تعرف ثلاثة مخارج له. إذن يعني نعم. لننتهي منهم. مندوب سري. لا جدي، ماذا سيفعل ريجينالد الآن؟ إن معه الخريطة والنقود. سيعتبر ذلك نصراً. ولو أراد الغزو فسيفاجأ بحقيقة مرة عند البحث عن آبار الماء. لما لم تخبرنا عن مهمتك هذه؟ كيف تبقى مهمة سرية لو علم بها الجميع؟ حاولت أن أبدأها على الفور لكن جدتك. يا إلهي، لقد نسيت أمر جدتك. أظنها ستقتلني. كيف كانت حين تركتها؟ قلقة، غاضبة، مخيفة. أنت تعرفها جيداً. أعرفها. مرت على زواجنا 40 سنة. قضيت معظمها محاولاً النسيان. إذن فهي لا تعرف عن هذه المهمة. أخبرتها أني أريد زيارتك، وتلك حقيقة في مجملها. لم أرد أن تقلق. كنت قد وعدتها أن أترك هذه المهام. عميل سري، هذا تعبير جيد. أنا آسف. يجب أن تخبرها يا جدي. أنتم لا تعرفون حتى تموتوا. أتجرؤون أن تكلموني عن زوجي؟ اقضوا 40 سنة مع أحدهم ثم تعالوا إلي. وقبل ذلك إياكم أن تجرؤوا، إياكم أن تتصوروا. أتسمعون؟ لا تقولوا شيئاً. أنا سأقول. لكننا جئنا لنقول. لا تخاطبني. أمرك. يا للوقاحة، تدخلون على الناس بيوتهم. تبدو منشغلة. لنشرب بعض الشاي. سمعت أن عندهم شاياً رائعاً في إسبانيا. ستجدونه. أعرف. لا داعي إذن. عندما يعود قاسم، وسوف يعود. لي من القصص الكثير. أتريدون أن أقص عليكم كيف خدعت أقوى عميل من عملائي؟ ريجينالد كان اسمه بوند. جيمسون بن بوند.